تسأل أم علي أيضا عن الفازلين والمرطبات، هل تؤثر على صحة الوضوء؟ نعم، هذه المرطبات والفازلين لا تؤثر في صحة الوضوء ولا في بلوغ الماء إلى الجلد. أما بعض الشحوم كمن يستخدمها في التزييت تشحيم السيارات وغيرها، الشحوم الغليظة هذه هي التي ربما تمنع وصول الماء إلى الجلد، والله أعلم.